واللي يحب يلعب دور سياسي يلعبوا في الجزائر ما يلعبوش في الخارج. واللي يحب يلعب دور سياسي يلعبوا في الجزائر ما يلعبوش في الخارج. البرلمان الاوروبي انا شخصيا راسلته واعطيته القائمه تاع الناس، انا نخدم وحدي ماني لا في حزب ولا في والو، ولكن كمواطن جزائري رفعت رساله الى البرلمان الاوروبي وحطيتها في بروكسل وقلت شوفوا شرب صحيح الجزائر اللي راهي صراحة وعلنا تستقوي بالخارج بوضوح دون أن تخفي ذلك، بلا خجل بلا حياء. المشكل أنهم لا يفهمون أو أنهم لا أظن أنهم يعتقدون ما يفعلون. المشكلة أن القوى الخارجية ليست منظمات خيرية، دول خارجية ليست هنا لكي تساعدك بلا مقابل. عار عليكم الاستقواء بالخارج، عار عليكم، سيكتبها التاريخ مرة أخرى كوحدة كصفعة في وجوهكم القذرة. كنت البارح درت فيديو أعلنت فيه عن إنشاء منظمة دولية للدفاع عن حقوق الإنسان في المنفى. مادام عندنا ضمانات من المحافظة السامية للأمم المتحدة، مادام عندنا ضمانات من المحافظة السامية للأمم المتحدة باللي نقدروا نتصلوا ويستقبلونا شخصيات حقوقية، شخصيات دولية، منظمات دولية، برلمانيين في شتى الدول الأوروبية، هذا راح يخلينا باش نكونوا نتحركوا بكثرة. السلام عليكم، بونجور بونسوار، حيثما كنتم. اي بيان انتوندو ازول. اولا وقبل كل شيء كما العاده نقول نعاود ونكرر، اتهلاو في الناس اللي تحبوهم، اتهلاو في الناس اللي تحبوهم في اطار هذا الوباء العالمي، باحترام كل الاجراءات وكل المعلومات اللي تدخل في اطار الوقايه ضد هذا الوباء العالمي لحد الساعه، باش نتهناو من هذا الوباء وان شاء الله تفتح الحدود لكي تتقارب القلوب. أما بعد، كما وعدتكم هذا الفيديو راح أتكلم على المحافظة العليا لحقوق الإنسان تاع كيش يقولوا الأمم المتحدة دي ناسيونز يوني. راكم سمعتوا واش قال زينغو رينغو زيطوط وهشام عبود، سمعتوا واش قال واحد واش قال، تسمى هذا يضر في هذا العكس، تسمى التناقض، ولكن هادو هما المعارضين تاع زوج دورو ميم با تاع سوردي واحد. لي زونسيان يعرفوا واش يسوى السوردي بالنسبه لهذا الوقت، واش يسوى السوردي ما يسوى والو اليوم. ايوا اما بعد، زي تربية مول البحر، أي أنا فا قلت لكم جو سوي با انيرفي، جو سوي غومونتي، راني شغل كي نسمع نشوف واش صاير، يعني كأن يعني ما خدينا حتى درس من الماضي، ما خدينا حتى درس من تاريخ قريب غير البارح برك 1990 وارواح، ما خدينا حتى درس يعني للأسف. المهم يعني اليوم رانا عشنا واحد، انا عشنا يعني طرف من هذا التاريخ عشناه ومازلنا عايشين، وبداو يحرفوا فيه. سبحان الله العلي العظيم، سيدي خليونا نموت ومن بعد حرفوا، الله غالب حنا درنا اللي علينا. باردون سمحوا لي. دونك سمعتوا واش قال هشام عبود،
تما نتكي على لو كومينيكي تاع le haut commissariat des droits de l'homme au niveau des Nations Unies. محافظة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. جاز هذا اسمه روبير كولفيل وجاز واحد أخرى المهم واحد أخرى اون أوتخ باغ اون فام اللي شفتوها درتها لكم في الفيديو اللي فاتت درت لكم مقطع تقول لك وي نو زيكزورتون تسمى الحكومة الجزائرية نطلبوا منها ماشي اكزورتي سي با اوردوني بالك تسمى تسمى هذه كلمة اكزورتي ما حدش يقول يعني امر سي اون ريكومونداسيون اون انسيتاسيون اون دوموند وا 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 ماشي امر دونك المهم باش ما نطولش نخلي حبيت نقص في الكلام ونخلي غير الصور تعبر على نفسها دونك تي هشام معبود او طايح خشين قال كدا راح نديرو اون نوفيل ليغ دو دووا دلوم على ترونجي في البرا هنايا في الخارج و بيان سور قال صوت وصورة سمعتوها قالكم بلي عطاوهم ضمانات بلي راح نسمعوا لهم وراح كذا وكذا المهم ولكن الشيء اللي يعني اللي يطرح نفسه هو انا كنت في بلاصتك يا سي هشام عبود رحت لعندهم نقول لهم حبيتوا الاشخاص الفاسدين اللي في النظام الجزائري اللي يردوا الجزائر في الحاله المزريه تاع اليوم حبيتو باش يسمعوا لكم انا اقترح عليهم نقول لهم شو نقول لكم باش نقول لكم حاجه اسمعوا يا لي كوميسار دو 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 لا ليغ دي دروا دو لوم شي با كوا لي كوميسار دي دروا دو لوم او نيفو دو لونو جو في دير اون فرونسي ميسيو دام دو دو هو كوميساريا دو دي دروا دو لوم او نيفو دو لونو Je vous donne un conseil. Vous voulez que les personnes dans les institutions algériennes qui sont au pouvoir et qui sont effectivement des corrompus, enfin pas tous, mais une majorité, il est vrai. Moi, je vous aurais conseillé de faire juste un petit geste. Sans faire de grands discours, comme vous l'avez fait, monsieur Rupert Colville. Il aurait suffi de leur dire, ou vous appliquez les conventions que vous avez signées dans le cadre des droits de l'homme, ou vous les appliquez à la lettre, ou sinon, nous allons geler tous vos avoirs que vous avez volés à ce peuple et qui sont chez vous, monsieur Colville, messieurs, dames, les parlementaires européens, messieurs, dames de l'ONU. Il suffit de prononcer juste cette phrase et vous allez voir que les personnes corrompues qui sont au sein de l'appareil d'État de l'Algérie, ils vont se conformer à vos instructions. Tout simplement, arrêtez votre hypocrisie, parce que moi je considère ça comme une hypocrisie. Menacez-les avec leurs avoirs qui sont dans vos banques, dans vos pays européens et autres. Et vous allez voir qu'ils vont se conformer du jour au lendemain. Ils vont donner tous les droits à tous les Algériens. Ou sinon, ils vont laisser le pouvoir au peuple. On collabore, si on collabore,
يا أشخاص تاع الهيئات الدولية في إطار المحافظة العليا لحقوق الإنسان تاع الأمم المتحدة، ما ديرولناش تقراو لنا كتاب، قولوا جملة واحدة واحدة، قولوا جملة واحدة للسلطات، للأشخاص اللي في السلطة الجزائرية الفاسدين، قولوا لهم حاجة واحدة: يا إما تطبقوا الشيء اللي مضيتوه معانا في إطار حقوق الإنسان، يا إما نغلقوا لكم، نحكموا على الأموال نتاعكم اللي راهم عندنا في البنوك نتاعنا. قول لهم برك هذه الجملة في سمانة في أسبوع، يقول لك وي 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 سي بون، يعطيو يطبقوا قوانين حقوق الإنسان اللي الجزائر أمضتهم معاكم. مال اللي نهبوه وداروه في البنوك تاع بلادكم بلدانكم، بركونا من التنوفيق. ها واش كان لازم تقول لهم يا سي هشام عبود؟ انا ضد اشخاص اللي في النظام، ضد اشخاص اللي راهم في مناصب الدوله، ولكن نعاود نقولها، انا لست ضد الدوله، لست ضد مؤسسات الدولة، أنا مع الشعب ولكن في إطار منطقي، في إطار موضوعي، ماشي أنا باع وتباع، خاطش أنا قريت، أنا ما تكعبالي لا أنت ولا زيطوط ولا رشاد ولا الناس اللي راهم في النظام الحالي في الجزائر. كما قال لهم بنابي، كما قال بنابي البومدين، عندما بومدين قال له الشعب راه جيعان، واش قال له بنابي؟ قال له شعب قاري، ما يجوع ما يستبد، ان بوبل كولتيفي، ان بوبل انستروي، ne peut jamais mourir de faim ni être envahi ou conquis. Voilà. هذا واش كنت حاب نقول لكم في اطار هذه المحافظه العليا لحقوق الانسان تاع الامم المتحده لدراهم السراقين راهم في بلادهم. هذا ما كان زي، واللي عنده العكس يجي يجاوبني، يجيب لي البرهان، وراهم يخبيو دراهم، الدراهم يتنهبوا من الجزائر، وراهم راه في بنوك هذه الامم المتحده في فرنسا في سويسرا و و و غدوه واحد ناطق رسمي تاع هاد المحافظه العليا لحقوق الانسان برك يقول لهم اسمع، يهددهم بهذا الشيء هذا بالبنوك، دراهم تاع الشعب اللي راهم في البنوك تاعهم، غدوه غدوه امام هاد الفازلين يسقموا روحهم ولا يقسموا شويه، يمدوا شويه للشعب، يبداو سي ان ديبي. فوالا خوتي الجزائر والجزائريات، هادي يا سي هشام عبود سي سكي فالي دير او جون، بون با بليس دو 15 مينوت هضره، دونك راني كليت ديجا كليت 10% واش 10% 80% 12 مينوت من ريست 3 مينوت. دونك ولا خاوتي الجزائر والجزائريات، هشام عبود، رشاد، علي مهدي و ياسر الرحماني باردون، وقعدوا قعدوا بلا ما نقول لكم، سيرتو هذاك واسمو هذاك مازدا باردون واسمو كاتريام اني مويان باردون اسمو بو 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 بوخرس بوخرس امير امير افير نو افير امير امير ديزات باردون اسمع لي فوالا، وزيد 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 دهينا
قاعد المعارضين اللي إنه غينا بيردو حابينها في الجزائر تتخلط سينو ما يدخلوش يموتوا في المنفى في المنفى كما قلت يا هشام عبود اي اونكور جو جونتي باسكو جوني جي بلان شوز جي بلان شوز اي سيفي دو انت واحد انسان يتبعك يقراك صوت وصورة انت تتكلم بنفسك وحدك ولكن كاين بزاف ناس باعوا تبع غير هكذا غير الودن ما كان والو ما كان لا هنا ولا هنا هذه هي دونك فوالا واحد الخطرة قلت لكم بلي جماعة بود سيت ان اسلاميست مخبي تسمى بيان هكذا منا علاش لا سيت ان برو اسلاميست باردون نسمع جو اوتون بور موا سيت ان برو اسلاميست ما نكوبيش سيت ان برو اسلاميست سيت ان برو اسلاميست سيت ان برو واسمو علي بلعاد سيت ان برو ادهينا سيت ان برو رشيد مي جي لامبريسيون كسي ديرني تون يا كوم اون اودور دو كوم اون اودور دارجون كاين ريحة دراهم في اللعب باسكو كي قالك نخلقو هاد لا ليغ تاع لي دروا دلون في المنفى من بعد يهضر على الدراهم قالك تسمى وكدا من دراهم ولا فيها فير دراهم وعلى بالكم ما حاش دراهم ما جيتوش جامي كومبري شكون اللي قال لارجون ما با دودور قالك الدراهم ما عندهمش ريحه مي الوغ ديت موا ديت موا شير زامي شير كومباتريوت شير تو سكو فو فولي ديت موا بوركوا لارجون اي توجور لا و سا بو سي كومون بارادوكسال بين l'argent n'a pas d'odeur et il est toujours là où ça pue. Bon, donc voilà. Maintenant, il me reste encore 20 secondes. 20 secondes, parce que je vais vous dire, je vais vous dire, كاين ناس يقول حنا في البلاد قا خلينا ما عرفش نقول بابا يقول نحبك ولا نقول يما نحبك ولا نقول خويا ولا اختي ولا صاحبي ولا صاحبتي على بوسا داروا صرا جوج وما جوج على هذيك الله يذكرها بالخير هذيك الممثله هذيك بشرى عقبي اللي راني معاها 100 في الساعه حبه من حبه وكريم من كريم فيف لا فام الجزائريه ما عندك بشرى ولكن تسمعيني نقول لك حاجه راه حقك ما عندك نو فو با لاشي لي فام الجيريان نو لاشي با بريز نو لاشي با بريز بالك يغرقكم لو مونستر اللي جاب لنا لي مونستر باسكو سون دو سو كي ايتي دون ريجيم اي سو كي اون ماساكري دي زينوسون كلمة متطرفين باسم الدين كي دي كانوا في النظام اللي مازالهم عاودوا ولاو لي مونس سون دو روتور لي دو مونس سون دو روتور اي سون لا اي سون على فو راه معنايا عسو سمعوا لي راه الاربيت راح يصفر الاربيت راح يصفر راني في الوقت الاضافي شو دون طون اديسيونيل ردوا بالكم لي فام سورتو فو لي فام الجاين ني لاشي با بريز ما تمنوهمش ردوا بالكم ديفوندي فو اينيسي فو ما تسمعوش اللي يقولكم غير كلام الشباب سيلي كي دون سونس دي بوال انا واحد لي اللي طول طون دون لو سونس دو مي بوال يدخل لي في الشك دون زون طون لازم شويه دون زون ميم دون زون كوب سي ان بو لو سيل دون زون طون يفو ان بو كلي اون ايتانسيل هكذا تاع نتشقلو من بعد خلاص ما كان والو ولكن هذاك اللي دائما اللي كول ايكوليك فوالا كما قال السلام عليكم بون جورني بون سواي حيت ما كنتم اي بيان طوندي تنمرت ما نديرش تعليق نخلي الصور تتكلم بنفسها ردوا بالكم اي سون توجور لا وسورتو سورتو كاين بزاف اللي يستعملوا التقية كل اللي يامن وكل اللي ما يامنش اللي كل اللي في النظام
وكلف مع المتطرفين باسم الدين. انا زكينا ما هكذا كان هذه اسلامويه اسلاميين، انا كاع مع هذا سا سي دي متطرف في متطرف باسم الدين. فوالا، السلام عليكم، بون جورني بون سواري حيثما كنتم، اي بيان انتوندو تدمرت. Au revoir, à bientôt. Allez, Blhaj, c'est le Mandela algérien. Allez, Blhaj, c'est le Mandela algérien. Et ça, c'est le Mandela algérien. Et même la presse, d'ailleurs, il y a eu des idées extrémistes. Il y a eu des idées extrémistes comme beaucoup de monde. Mais ma haz slah, ma harz al qatl, ma harz al ila yomina hada. Mais ma haz slah, ma harz al qatl, ma harz al ila yomina hada. حنا عندنا ديكلاراسيون هيستوريك دارها هشام عبد البدريون نورمالمون يفري لا سينيالي لو موند دي لالجيريان سي علي بالحاج. علي بالحاج وي سيفو لو دير وريوني يرحم والديكم. احنا في الاسلام على كل حال باش نكونوا واضحين، في الاسلام احنا ما عندناش الحاكم ينتخبوا عليه كل عام 4 سنين. في الاسلام ما عندناش هذا، في الاسلام عندنا حكم، عندنا كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم، والمجتمع ينتخبوا الإنسان الصالح اللي يطبق الكتاب والسنة، وإذا كان انحرف بعد يومين يقاوموه، شي يخليه 4 سنين ولا 5 سنين، وإذا كان 4 سنين مرت وهو ما زال يطبق في الكتاب والسنة ويطبق في الشرع ما نديرولوش انتخاب، نخليوه ما دام راه يطبق في الشرع، ما دام ما يخالف الشريعة وما يخالف الكتاب والسنة علاه نحيوه، وما دام يخالف الكتاب والسنة علاه نخليه 4 سنين، نحيوه في العام الأول، نحيوه في الأسبوع الأول، نحيوه في الشهر الأولاني، هذا هو الحكم الشرعي. بس كونوا واضحين يا إخوان، احنا ماناش ديمقراطيين، أنا كفرت بالديمقراطية هذه. في سادة في دفع ثمن، الناس دخلت الحبس. إسادة فيس دفع ثمن، الناس دخلت الحبس. Nous soutenons fermement la lutte armée pour une juste cause. Ceci étant dit, dans le front islamique du salut, et nos frères les Mujahidines, les combattants de la liberté, nous avons toujours dit que la lutte armée n'est pas une fin en soi-même. الناس اللي تناقش مع مراد هنا اللي هو يمثل رشاد سيدنا رياض الاسلاميست سيدنا رياض الانتجريست الو رجل سقلو اتيكات اسلاميست انتجريست تيروريست راح تخرف على روحك. سمحوا لي عاود توليت بيت فيه باسكو رحت شفت البار، البار هذاك والاربيت قال لك نو نو كاين ضرب الجزاء، كاين ضرب الجزاء اللي تخص ضد مراد دهينة ممثل رشاد ومعلم تاع رشاد. ولا شفتو في التسعينات في 94 95 عندما دهينة اتكلم في لاشين دو ليبوك واسمها اونتان 2 اللي هي اليوم اليوم اف ار 2 ولا ما نشوفش بزاف لاشين 2 تاع فرنسا هنايا، انا ما نشوفش تلفزيون تاع فرنسا بزاف. عندما قال انا ذاك قال لك نهار قال الناس تعرفها هذه لا فاميز فراس تاع هنا كي زون فاس دي مارتير بور او، تسمى يتكلم على هذوك الشهداء اللي ماتوا، الناس تاع القلم تاع لا بلوم، الناس تاع التفكير، الناس اللي يعني كان عندها تفكير، كانت ناس باش تعلم الناس بأن أول فرد في إطار دين الإسلام، أول فرد اللي كان بزاف اللي ما يطبقوش، العديد اللي ما يطبقوش، الأغلبية من إلاس يعني للأسف، وألا وهو أول فرد في إطار دين الإسلام، ألا وهو فعل الأمر، فعل الأمر إلهي، اقرأ. هذه هي كما قلت لكم، كما قال
كما قال بالنبي عندما الهواري بومدين قال له ودي الشعب راه جيعان، قال له الشعب اللي يقرا ما يجوع ما يستبد، ان بوبل انستروي، نعاودها نقولها ان بوبل انستروي، ان بوبل كولتيفي ne mourra jamais de faim. Ne mourra jamais de faim. Il ne sera jamais exploité ou soumis. Voilà. Dina, habi barr, habi hadik le vidéo li rahi mqallqatou bzaf, qu'ils ont face leur martyr. Ghir kima, enfin, anda, je crois, un an, deux ans. C'est pas ça le plus important. Eh ben. قال لك نو، ما كنتش نتكلم على لي زانتيليكتويل، كنت ما كنتش نهضر على لي زالجيريان، كنت نهضر على الانفجارات لي زيكسبلوزيون الوغ سيتي دي زاتونتا. قال لك في هنا في باريس ماتوا 8 ولا 9 عباد في فرنسا، حنا كانوا عندنا الالوف كانوا يموتوا في البلاد، باش يبرر التقية التقية، الوغ كو في الحصة انذاك سيتي كلير نيت اي بريسي، يعني كوم دو لو دو روش، نعاودها كيما الماء الصافي اللي يمشي اللي يمشي في الوديان بدون جرثومه ولا بين تخلاط ولا غليان. اتفرجوا عاودوا لي تسمحوا لي باسكو الفار بيناتي، كاين بيناتي، كاين ضربه جزاء ضدينا، و على بالي بلي هدف باسكو الكارديان بي تاعكم تيري وسلم على صاحبك، بقى على خير. انا نتكلم نعطيك مثالين. خوك العبد الضعيف 94 95 وقعت انفجارات في فرنسا، وهذا الشيء علاش نعطي إدانة، اشياء مسجله امام التاريخ. استجوبت امام من طرف قناه فرنسيه كبرى ذاك الوقت كانت أنتين 2، وقال لي اسكو فو كوندوني لي زاتونتا ولا كذا، قلت له ميكوتي il y a eu à l'époque 8 morts à Paris dans les attentats dans 8 ou 9 c'est clair que c'est inacceptable mais moi en tant qu'algérien ce qu'il chez les راهي بكيني en relation عمركم تقولوا عنده علاقه بالجزائر، يعني ماهوش دارتو لو تي ا ولا لي باسك ولا امر داخلي، راكم تقولوا قضيه ارهاب جزائري انعكاسات انعكاسات جزائري على قلت المشكل اللي انا اللي راه اليوم يدميني كجزائري، وذاك الوقت قلت وهي مدونه عندنا 40 الف قتيل في الجزائر، انا كجزائري مع احترامي لموتاكم لكن همي الكبير مش تاعكم، تاعكم عندكم جزائريه عندكم دوله خليها تبين الحقائق، لكن ما هو كذلك دور فرنسا وموقفها من 40 ألف ميت في بلادي؟ Pourquoi n'avez-vous pas condamné les assassinats de certains de ces intellectuels? Ce dirigeant islamiste réfugié en Suisse appartient au courant dit djazaliste qui regroupe beaucoup d'universitaires. Il est très actif dans les réseaux du fils à l'étranger. Écoutez, nous n'avons pas à sombrer dans la médiatisation, dans la sélection, dans la condamnation de la mort. Personne n'a pleuré nos morts parmi ceux-là. Bien plus, tout le monde a applaudi. Je pense que sur un plan, encore faudrait-il être sûr de qui a tué qui à telle et telle période. Mais je dirais que pour certains, certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Certains ont choisi donc une voie de confrontation, une voie de provocation d'une jeunesse et qu'ils ont payé ce prix. Que ces intellectuels de gauche aient le courage d'assumer leur action, qu'ils disent nous nous sommes engagés dans une guerre et que certains d'entre nous ont payé de leur vie. Qu'ils en fassent des martyrs pour eux. Ils en fassent des martyrs pour eux. Ils en fassent des martyrs pour eux. Ils en fassent des martyrs pour eux. انايا قال هذاك اسلاميست، هذه تحكي خلاص حكايه اسلاميست اكل عليها الدهر وشرب، حكايه خلاص حكايه اسلاميست. الايات التي نزلت
في شريعة الله عز وجل هي مطالبة الكفار بالإسلام، أو يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أو أن الذي بيننا وبينهم السيف حتى يحكم الله بيننا وبينهم وهو خير الحاكمين. هذه هي شريعة الله، هذا هو دين الإسلام، دين القوة، دين العزة. Les envahisseurs. Les envahisseurs. Des êtres étranges venus d'une autre planète. Leur destination, la Terre. Leur but, s'y établir et en faire leur univers. À présent, les envahisseurs sont là. Qu'ils ont pris forme humaine. Les envahisseurs. كاين حاجة نظام يسقط ومن بعد نفهموا في بعضنا ونتفاهموا بالتي هي احسن لي. خيرك لي يا اخي، ما قدرش ما نعاودش نولي. النظام يسقط ومن بعد نتفاهموا ما بين بعضنا في التي هي احسن. مي كيش واش التمسخير هذا والله العظيم، كما كانوا يقولوا لي زادجودان لاجودانات تاع الجيش تاع ذاك الوقت. واش هذا يا اخي تمسخير يا اخي. النظام يسقط ومن بعد نتفاهموا ما بين بعضنا في التي هي احسن. ماشي نتفاهموا بعضنا باش نتاكلوا بعضنا يا اخي. جيب برنامج، جيب مشروع، جيب انفيدورو، جيب ديفلوبي، ماشي انفيدورو برك الجراندين، جيب برنامج تاعك، جيب كدا واقترح. النظام يسقط من بعد، من بعد شكون راح يسير البلاد؟ شكون راح يسير هاد الشيء؟ سيرها انت ما 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 وراك ساكن في باريس، في باريس في روبي برك. انا انت مصغير كون هاد الشعبوية هادي، النظام يسقط من بعد نتفهمو ما بين بعضنا باش نتاكلو من بعد بعضنا، كيما في ليبيا، كيما في سوريا، كيما في العراق، كيما في تونس، كيما في اليمن، كيما برك. انا كوني ليستوار نعرفو كيش تبدا، نعرفو كيش خلاص. سبحان الله العلي العظيم. هيا باسطة هيا هيا نضحكو كامل هيا. لازمنا واحد اللي يكون مسؤول على الماليه باش نفتحوا حساب بنكي، باش الناس لما واحد يدفع دراهم مش يدفع دراهم ويروح هكذاك برك، يلزم له ياخذ بطاقه، يبعثوا له بطاقه مخارط، يبعثوا له شهاده انه دفع كذا كما هذا، لانه كل شهر نعملوا ان بيلون فينانسي نحاسبو قالها وين راحو الدراهم، لانو دراهم هادوما تاع لي كوتيزاسيون من جهة باش نخلصو السكرتير اللي راح يخدم، اللي راح تخدم في مرا ولا راجل مكانش راح يجي يخدم لك باطل، لانو خدمة راح تطلب على الاقل 8 ساعات في النهار، مكانش راح يجي يخدم باطل. اسمع يا مسيو ولا مدام، يا سيد ولا سيده اللي راح تخدموا عند هشام عبود، نعطيكم ان كونساي سينيو كونترا، سينيو كونترا ولا الشهر الاول ما عطاكمش فيش دو باي، وكي يعطيكم فيش دو باي روحوا فيريفي بلي ديكلاريكم، راكم فزت ديكلاري، تسمى راكم عند كيش يقولوا اليورساف، انا فرنسي يقول لك اليورساف، سا سابيل اليورساف، تسمى يعني لا 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 المؤسسة اللي تتكلف بحقوق الخدامين، تسمى تيكوتيز سيطرة الشوماج يخلصوك وكذا وكذا وكذا. فبرف كون كوا تيكوتيزي لا سيكوريتي سوسيال، مش عارف كيش يقولوا نسيت كيش يقولوا الجزائر، شو ديكلاري كوا، روح فيريفي، ما يعطيك بيتان بي روح فيريفي. جو سي دو كوا جو بارل. فوالا دونك ابارامون
il y a pour certains avec Cheikh Hicham. اتعلم دابور قبل ما تحوس تخلص الناس اللي راهم جايين خلص الناس اللي فاتوا خدموا عندك وما خلصتهمش بركه دوم تمسخير وبركه دوم تبلعطوا في الناس غير بالكلام الشباب باش يعني تسمع على بالكم باللي العديد من الشعب الجزائري على بالكم باللي تربى يحب الكذب يحب الناس تكذب عليه arrêtez de caresser les gens dans le sens du poil surtout quand Ils sont chauves. Surtout qu'ils sont chauves avec tous mes respects aux gens, les vrais gens qui sont réellement chauves. Alors, Barka Mathefou, le Fardas. Tu gagnes.